من الأشياء اللي عاملة زي يعني الفولكلور في مصر وبتتكرر كتير على مدى السنين، وشفناها كتير، الاعتداء على الأطباء في المستشفيات. حد مات له قريب جوه المستشفى، حد كان محتاج يعني عناية زيادة، يخشوا يكسروا المستشفى ويضربوا الدكتور. حد مش عارف يدخل الطوارئ يخش يكسر المستشفى ويضرب الدكاترة. حد عنده خلاف في الفاتورة بتاعت المستشفى يخشوا المستشفى ويكسروا المستشفى. حد عنده قناعة ان العملية اللي اتعملت وكان سببها وفاة او كده يخش يكسروا المستشفى ويضربوا الاطباء. في مجلس النواب هناك اقتراح بتشديد العقوبة لحماية الأطباء، ويعني أنه ما يبقاش فيه اعتداء على المستشفيات والأطباء. معنا النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. أهلا بيك يا فندم. تحياتي لحضرتك أستاذ عمرو والسادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. إيه القانون دلوقتي وإنت بتطالب بتشديده يبقى إيه؟ هو الحقيقة فندم، هو ما فيش قانون بيحمي الأطباء ولا المنشآت الطبية بصفة خاصة. هو القانون الموجود حاليا هو حماية الموظف العام أثناء تأدية عمله، وطبعا بعقوبة ضعيفة جدا. الحقيقة أصبحت ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية عموما وعلى الأطباء بصفة خاصة وعلى العاملين في المستشفيات بأن هم بيستغلوش بطريقة آمنة. فكان لازم الحقيقة، وجب علينا أن احنا يعني أتقدم بمشروع قانون أحيل إلى لجنة الشؤون الصحية والتشريعية عشان يحصل تشديد العقوبة، لأن الظاهرة دي لازم تقف. إذا كان في شكوى ضد المستشفى أو ضد إهمال طبيب، الحل أن يكون في قانون المسؤولية الطبية اللي تقدمنا بيه، برضو يكون في جهة يشتكي فيها المريض ويقدر ياخد حقه، يعني ما ياخدش حقه بدراعه زي أي حاجة تانية يعني. بالضبط 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 يا فندم. فأنا اقتراحي كان الاعتداء على المنشآت الطبية يبقى فيه غرامة وعقوبة حبس، والاعتداء على الأطباء بصفة خاصة أو العاملين هيتتشدد العقوبة أكتر شوية ويبقى الغرامة يعني أعلى شوية. مقترح غرامة قد إيه وحبس قد إيه؟ مقترح من سنة لثلاث سنين في أول احتمال اللي هو بتاع الاعتداء على المنشأة الطبية، ومن ثلاث سنين لخمس سنوات في حالة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشأة، ويبقى سجن بنسميه بقى لحد سبع سنوات في حالة اعتداء أكثر من شخص بالأسلحة ويحصل ضرر في المنشأة. وطبعا في حالة الموت المؤبد ده موضوع تاني بقى، طبعا بياخد مؤبد يعني في حالة الوفاة أو الاعتداء. لا ما دي جريمة قتل في النهاية يعني. بالضبط يا فندم. طب حضرتك هل في المعلومات اللي جمعتها لقيتها بقت ظاهرة؟ يعني في حوادث كثيرة اعتداء على أطباء وعلى مستشفيات؟ على أقل تقدير يا فندم، يعني آخر إحصائية وحصلت عليها 27 حالة اعتداء في شهر واحد، وهذا غير مقبول بالمرة يعني. يعني كل يوم حالة تقريبا تقريبا يعني. فطبعا ده هو بس ما بيقولش شغالين في الأجازات، فكل يوم في حالة اعتداء على طبيب أو منشأة طبية. بالضبط يا فندم. فطبعا يعني الحقيقة الموضوع لازم ياخد مجراه. وبعدين برضو عشان الموضوع يبقى دستوري، أنا ما يقولوش الأطباء وسمعنا الأطباء نحميهم، أنا لقيت مادة 243 مكرر بتتكلم على حماية العاملين في وسائل النقل العام والمحطات. فيعني أولى الدكاترة كمان تحمى أو تسدد. لا مش أولى، كل الناس تحمى يعني بشكل عام. يعني الدكتور زي طبعاً الناس اللي بتشتغل في السكة يعني الحديد زيهم كلهم يعني. حساس شوية في المنشآت الصحية الحقيقة. طيب بشكر حضرتك النائب أيمن أبو العلا، وإن شاء الله نتابع هذا القانون. شكرا لك.